جديد تنعرف جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في هذا البث مباشر وفضيحة أخرى من فضائح قطاع الصحة في المغرب. ملي كنقولوا على فضائح قطاع الصحة، أكيد أن الأذهان ديالكم غادي تمشي للمستشفى العمومي، غتقولوا موريزكو ولا غتقولوا بوافي ولا غتقولوا شي سبيطار، ولكن اليوم كنتكلموا على مصحة خاصة، كنتكلموا على بعض المصحات الخاصين اللي كيكونوا فيهم بعض الأطباء بين قوسين، ماشي كلشي، اللي ماشي في المستوى، بعض الاطباء اللي ما عندهمش الكفاءه، بعض الاطباء اللي واش كتجيو تعلموا في المواطن، واش هذا السيد هذا جا باش يفتح يحيد كيس اللي نايض ليه في الكبده، فاذا به كيتفاجئ، دارت له العمليه وتفتح وتخيط وما عرف شنو، فاذا به كيتفاجئ ملي كيمشي عند طبيب اخر كيقولوا الكيس راه باقي بلاصتو، ودابا مسكين راه غادي يمشي يدير واحد العمليه مستعجله، راه نسيبو غيديه يدير عمليه مستعجله على هذا الكيس اللي جا نعس فيه هنا ما عرفتش شحال نعس فيه. السلام عليكم. السلام. شنو وقع لك اشرف؟ ها؟ شنو وقع لك؟ كيس كبدوا فتحوا لي وما حيدوش لي. شكون جابك عندهم؟ شي جمعيه؟ جمعيه. هي اللي تكلفت؟ هي اللي تكلفت. حاله ضعيفه؟ حاله ضعيفه. ما عندكش؟ ما عندي. عندك الله سبحانه وتعالى. عندي الوليده خدامين. الحبيب ديالي فاش خدام؟ ب 1200 في النهار. الله يحفظك. ها كنجمع العافيه وصافي في الراس. 1200 في النهار؟ كيفاش كتجمع العافيه؟ ها كنكنش وداكشي كنجمع خدام شي فران عوان تجمع في الفرنات شي 1200 في النهار. 1200 هي اللي كتاكل منها، اللي كتشرب منها، هي اللي عايش منها. هذا الشيء. وهذا اللي كيعطيك 1200 في النهار ما حرمش عليه. وي ماشي. اش كدير بهاد 1200؟ نسيروا على ولادنا. لا حول ولا قوة الا بالله. كيتعاون معايا هذا السيبي مسكين. هذا هو اللي هذا اللي نصيرو كيتعاون. هذا نسيبك مسكين الله يعطيه صحيحته. الله يعطيه صحيحته. انت واخد اختك. اه. الله يعطيها هي صحيحته والله يكون معاه. الله يكون معاه. امين. دعي مع خويتك. الله يجيب لها الرزق. يا ربي امين. لا هو ولا هي. امين امين الحبيب ديالي امين. امين. عندك الامو. هادي. تلاقات معك هذه الجمعيه خيريه بغاو يديروا فيك الاحسان. هزوك جابوك لواحد الكليني. باش تفتح تحيد ذاك الكيس، ذاك الكيس كينوض عليك من 10 سنين 10 سنين. 10 سنين. فيتفاتح عليه. فيتفاتح عليه. اييه. ورجع لي. وجيتي رقدتي في الكلينيك نعستي، شحال وانت ناعس عندك؟ ونهار واحد ونهار واحد 10 ايام هما يدوني يردوني. 10 ايام هما يجيبوك صايم ويعاودوا يديوك، جي ما تاكلش يعاودوا يديوك. نهار خرجوني مع العشاء ديالي. نهار واحد خرجوني. فتحتي لحد في الصباح خرجوك لحد مع 10 د الليل. علاش؟ ما قالك لا عاد سي الطبيبه خرجوني. واش غنقول لك؟ والله إلا واحد الدريه إلا خرجتني. حرام عليهم، علاش مسكين؟ قالك لا راه صافي الطبيب خرجتني. 10 د الليل فين كتسكن؟ أنا في محمدية كنسكن عند سيفي. درويش مسكين، درويش درويش بزاف هاد السيد هذا. مبركك عن سيبك اللي عطيك السكنة. وي وهاد الناس خرجوك مع 10 ديال الليل. 10 ديال الليل، ها المرا هذا اقتراح. علاش خرجوا مع 10 ديال الليل؟ قربي حدايا هنا، قربي قربي حدايا. دابا هاد السيد معاش دخل فتح؟ دخل بداو من البداية مع 10 10 الصباح 10 الليل 10 الليل دخل دار العملية. صايم من 7 ديال الصباح حتى 10 الليل. اييه عاودت نهار حد جاي يخرج نهار حد جاي يخرج الليل غيدخل مع 10 ديال الصباح اللي هادي هي اللي دخلت. دابا تقول لي السميات دابا هو شحال نعس عندهم من نهار؟ ما نعش كنقعدوا عاد هاد البيت ما كاينش غير لا نهار العملية شحال نعس؟ عاد الصباح خرجوا مع 10 10 الصباح دار العملية مع 10 د الليل خرجوا مع 10 د الصباح. ساعتين ساعتين ها داروا لي مع الحبيبة الطبيب ما شفناش دابا الآن ما جاش شرح لينا بالله هذا السيد قال خير شكون حيت دابا هذا جاي عب بالجمعية هذا على الإحسان دايرين فيها الناس الخير الجمعية ما عليها والو اللي يسمع ويط 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 يقول هنا نبات ما خديتي ورقة الخروج؟ عطاني لنا غير عملت معايا، عطاتنا ورقة الخروج، عطاتنا ورقة الدواء بلا راه فاتح. اييه. خدي الورقة ديال الدواء. اييه. وخدينا الورقة ديال الدواء. اجي حبيبي حدا راجلك اجي. ما بغاش تبالي، بغا تهضري بلا ما تبالي. اييه. دابا عطاوني ورقة الدواء
عطاني ورقه الخروج عن 10 ديال الصباح. اختو بايت حدايا، ولدها مسكين عنده غير الطوموبيل جابه هنا. وبقينا مني فتح السيد فرحنا، قلنا راه فتح بخير على خير. صباح عطاني ورقه الخروج، عطاني ورقه الدواء، قال لي تشري لي هذا الدواء. هذيك عطاوها لي، درت عليها تحليله ب 12000. خلصت انا من جهتي. شنو اللي عطاوك؟ عطوني هذيك اللي حيدوا لي منها. هذه اللي حيدوا لك منها؟ عطاوها لي، خلص على 12000 غير عندهم هما الدواء تكلفوا به. قال لي نهار 10 ايام تجيبي يدير يرجع كونترول. مني جيتو نهاركو 10 ايام فوت 10 ايام جيتو كونترول، داوني قعدوني في بلاصه الجمعيه ديال العين. خلوا على بلاصه فين يشوفوا يدوز كونترول. نط انا طلبت واحد السيده قلت لها وريني اختي الله يحفظك، راه ما عرفتش وريني فين نمشي نشوف هذا السيد راه عنده عمليه. علاش ما عرفتش هنايا مني داتني قال خلاتني واقفه تمايا وبقيت كنتسنى، بقيت كنسول ما عرفتش فين نمشي. بقيت كنسول مني صونو عليه قال لي يا ودي السيد اللي درتي لي العمليه ديال الكبده راه شي عندك كونترول. المره الاولى ما جاوبوش، المره الثانيه من جاوب قال لي نقول لي ما انا خارج كونجي ما كاينش. الله يعطيه صحيحته، برافو عليه، دير عمليه وخرج كونجي. قال لي ما انا خارج كونجي ما عندي ما نسالك. يا بصح شاف نهرم قال لي ما انا شرقت وما لقيت والو وخرج. يلا كان افتح ليه على الكيس ما حيدوش، افتح ليه وعاود خيطو. عاود خيطو قال لك انا حليت اقسم بالله العالي العظيم بلا رانا شفت. اقسم بالله العالي العظيم وولادي حرام عليا ما شتيش باش كنخدم. دابا هذا الطبيب ما عطاكمش حتى معلومه اشنو حيد ليه. تال دابا عاد كتسمعوا بان حيدوا لي غير الماء اللي كاين في الكيس. كون غير شرح ليكم قال لكم مثلا انا غنحيد لك غير الماء اللي في الكيس. قال لك راه بزاف عليا دابا انا طبيب شنو ندبروني. واحد راسهم الدراري لاحوني تما وزاد. حبيب ديالي. إيه. من بلاصه بلاصه لاحوني انا ما عقلتش. دريويش مولانا. دريويش الشمام. واش باقيين هاد النوع من الناس عايشين معانا هكا؟ ناس دراوش، ناس طيبين. والله يخلصوا والله، ما عمرو يطفروا هذاك. والله ما يطفروا. شحال النمره ديالك ديال التليفون الحاج اللي بغى يعاونك؟ شحال نمرتك ديال التليفون؟ ها يبغى تجيب لي من هنا. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. 06 89 لا 88 هيا تقول هكا قرا الماء وكيبان لي والو. كتبان لي حتى حاجه ما كتبان لي. يا مسعر شاف منو هرم. كتب كتب لنا. كان هو ديك مور سويسرا راه شاف منو. لا طلعات انا راه ما شوف ولو كيبان لي عبد بابا. هزت الرادة خرج، هزت الرادة هرم سم وزاد ها. قلت لي انا عرفت لك مشيتي عند الطبيب خور قلبك قال لك راه ما عندك والو، راه باقي عندك الكيس، راه ما حيد لك والو. درنا وحده ب 8000 ودابا غتديوه، قال لك الطبيب حاله مستعجله خصو يمشي يفتح. درنا وحده ب 8000 وحده ب 3000. يلا. وزايدين فك؟ وزايدين. كوراك مشيتي عكليتيهم وشربتيهم. الله لا الله. لا اله الا محمد رسول الله. الله يخلصك تاتي. شنو شنو حبيب ديالي شنو بغيتي تقول لهاد الناس هادو اللي داروا لك هاد الشيء؟ والله لقيهم فهم. امين. امين. ديما قلتي ما كيصليو كيدامه. والله الا كيدامه. مع من كيداعى؟ مع هذاك اللي دار. مع الطبيب؟ مع الطبيب. يدعي عليه. الجمعية ما على والي هو اللي. لا الجمعية ما على والو، الجمعية راه جات خلصت عليك العملية في سبيل الله. هو قال لي الطبيب هذاك مول السبيطار قال لي هو راه تخلص ما بدالك حتى تخلص. يلا كان. ما عرفتش شحال خلصوا. والله اعلم شكون عطينا مع الدوسي شو جا. تبارك الله عليك. مشاهدينا الكرام، فضيحة أخرى من فضائح قطاع الصحة، ماشي الصحة العمومية ولكن هذا طبيب خاص في مصحة خاصة. للأسف الشديد هذا الشيء كيبكي وكيدمي القلب. عيب وعار اليوم أننا نتعاملوا مع المرضى ومع الناس بهذه الطريقة. السيد جاي باغي مسكين يحيد الكيس، على الأقل علمه وقول له راه نحيد لك غير الماء، راه ما غنحيدش. المنطق الصواب، الكلمة الطيبة صدقة. راه الطب رسالة نبيلة قبل ما يكون مهنة كناخذوا منها الفلوس. طبيب راه واحد الملاك، ملاك اللي نزل الله سبحانه وتعالى رحمة. الرسول عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين والأطباء رحمة للمرضى. راه ما كنتيش غترحم المريض، راه ماشي طبيب نتايا، راك جزار. راه ما يمكنش تكون طبيب وتتعامل بهذا المنطق ديال إيه حليتو سديتو وتبدا تهضر مع الناس بهذه الطريقة. وناس دراوش لا حول لهم ولا قوة، ناس طيبين، ناس ما عندهمش، ناس عندهم الله. خانشة تلقى معايا غير سدني. قال لي راه مالو خانشة تلقى معايا حليتيه وقيتيه وسديتيه غير سيه. لا اله الا الله محمد رسول الله. مشاهدينا الكرام نختم معكم الرقم ديال هذا السيد، راه خليناه لكم اللي بغى يقدم لي هذه المساعده. والله لا يضيع اجر من احسن عمله، يستحق منا اننا نساعدوه.
اب لجوج ديال الوليدات كيشتغل ب 60 درهم في النهار، انسان طيب والطيبون قلال في هذا الوقت، انسان نيه صراحه. ملي كنلقاو باقيين بيناتنا هاد الناس الحمد لله، الله سبحانه وتعالى ربما كيرحمنا بهذا الغيث على قبل بحال هاد الناس اللي باقيين نيه. الى اللقاء في بث اخر.